السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. طبعا احنا في اول فيديو اتعلمنا ان احنا نلزق الورق، نلزق اللزق على القالب. تاني فيديو اتعلمنا ازاي ناخد الخطوط بتاعتنا، واخد بالك، وازاي نرسم الفردة، وطلعناها الحمد لله بنفس المستوى اللي كان في الصورة. ان شاء الله في الفيديو دوت يبقى الفيديو الاولاني والتاني والتالت نخلي بالنا منهم او نركز فيهم. الفيديو بقى ان شاء الله بقى ده مهم جدا، وفي ان شاء الله اسرار في الشغل هنحاول نطلعها بامر الله، فنخلي بالنا من اول الفيديو لاخر ان شاء الله. فاول حاجه هنطلع الكروكي كده من البدايه، تمام، وهنطلع نشتغل براحتنا خالص. نطلع الكروكي كده زي ما احنا شايفين اهو، واحدة واحدة. بعمل انا ايه بقى؟ بمسك بايدي كده، كلوة ايدي هنا كده، واطلع وامسك كده الكروكي اهو، وامسك كده واطلع بالراحة كده. يبقى انا ماسك الايه؟ الكروكي كله، بص، واطلع واحدة 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 بالراحة كده اهو. يطلع الكروكي من غير أي حاجة خالص. مفيش أي حاجة لازقة في هنا ولا من هنا ولا الكلام ده كله. كده طلع تمام من القالب اهو. هنتعلم بقى ازاي نلزقه على الورق عشان نخلي بالنا منه. بنسيب نسبة مثلا 3 سنتي من تحت كده اهو. اول حاجة بشتغلها الخطوط اللي انا معملها دي، بروح صوابعي تبقى عليها كده اهي، اللي هو الخط المستقيم من عند الستة سنتي لحد منتصف القالب، واروح نمشي ايدي عليه كده كويس قوي، يعني افرد افرد الورق كده، واجي من هنا من عند الخط النص النص القالب احط صباعي كده كويس وامشيه برده، واروح ماسك الفرنشه حاطط لحد الفرنشه كده هنا ايدي كده خلاص تمام. اروح بقى باي حاجه بصفي بيها، اي حاجه بصفي بيها الايه؟ بصفي بيها الورق. كده انا ايه؟ هطلع اصفي الكروكي اللي عندي كده على الورق اهو بالراحه كده، وبصفي واحده واحده حته حته. احاول هنا بقى عند الكبسون اشد كويس كده، واخلي اي كرمشه اي كرمشه او اي بلسهات بتبقى في اللسان اهو اهو، يبقى جوه اللسان اهو، وهنا كده بقى مش مشكله اللسان خلاص كده اهو تمام. هاجي هنا اعمل ايه بقى؟ وهنا اعمل ايه؟ هاجي هنا اروح فارد كويس قوي بقى، بص اهو، واحده واحده كده تمام. كده انا صفيت الايه؟ يمه الفورتي والكعبيه من ورا كويس اهي. هنا بقى بشرشر انا الحته اللي قدام دي، بشرشر الحته اللي قدام دي، بروح عامل دي كده ايه، ممكن بالمقص بالسكينه، المهم اللي انا بفتحها كويس كده ماشي. وبعد كده برضو ايه؟ اصفيها كويس كده. كده ده الكروكي بقى عندي جاهز على الشغل. كده انا صفيت الايه؟ الكروكي كامل كده تمام، وخليت اي كرمشه تبقى في اللسان. باجي هنا عند خط النص، عند خط النص اللي هو اللي هنا ده، باجي هنا عند خط النص هنا كده، واحط المسطره واخد خط دغري، خط مستقيم مساوي زي ما احنا شايفين اهو اهو، من اول خط النص هنا لحد هنا كده، عشان برضو يبقى ايه؟ مساوي لحد اخر كده تمام. بعد كده باجي من عند اللسان وعند اخر الايه؟ تمام. يبقى انا شلت الايه؟ شلت الزيادات دي كلها تمام اهي. واجي هنا
ماشي، اروح جاي كده محدد الايه اخر الفورتي، طبعا هنا بالمزوره باخد 2 سنتي، سنتي و8 مللي، باخد ايه سنتي و8 مللي، باخد سنتي و8 مللي، تمام سنتي و8 مللي، واروح شايلهم كده معلم عليهم سنتي و8 مللي اهو، معلم بالقلم والرصاص كويس اهو. باجي هنا واخد الخط المستقيم دوت من اول الخط اللي هو منتصف القالب لحد الاخر عشان برضه ايه ما اتلخبطش وانسى اهو. باخد خط كده بمساويه الايه بمساويه المسطره من اول الخط المستقيم اللي هو خاسب نص القالب لحد اخر الفورتي كده، تمام، عشان لما اجي اعلم كده امشي على نفس الخط اللي هو ده اللي انا واخده ده. تمام كده، ببتدي بقى اشيل الزياده من هنا وامشي على نفس العلام اللي انا واخده. تمام، باجي هنا واروح ايه عشان خاطر القفل بتاع الفورتي من ورا، اروح شايل الزياده كلها كده شيل الزيادة براحتي خالص كده، يبقى أنا كده شيلت الزيادة كلها وجيت هنا وظبطت. باجي هنا عند المقدمة بتاعت الكوتش من هنا لحد الخط المستقيم وبشيل نسبة 3 مللي بالظبط. طب ليه الثلاثة مللي بشيلهم؟ عشان خاطر لما اجي اشد في المنطة ما يبقاش فيه بضاعة زيادة، كده كده الفردة بتسحب معايا في المنطة. الفردة بتسحب معايا فين؟ في المنطة. بشيل الثلاثة ايه مللي دول من أول هنا كده أهو لحد الخط النص كده. وأخد وأنا بشيلها بشيل بقدر المستطاع على ايه؟ تبقى سكينه كده جايه على مفيش اهو، وادي الثلاثه مللي هم بشيلهم. كده انا خدت الايه؟ الثلاثه مللي بتوعي. وكده انا خلصت الايه؟ الكروكي كده وجاهز على ان انا ايه؟ اطلع بقى اشتغل عليه. اول حاجه بنعملها بنعمل ايه؟ بنفتح السنبك اللي هو الزيرو مكان العلامات ديت، بحيث ان انا بعد كده هطلع اعمل كروكي تاني عشان اعمل كمبريه واخد الخطوط اخر الخطوط بتاعتي. تمام اهو، باخد كل العلامات اللي انا ايه مشغل عليها بحيث اللي ما بقاش فيه اي حاجة خالص نسيها معايا. واطلع افتح بقى الايه العلامات اللي انا عملتها والتفتيحات والسنابك اللي انا خدتها. كل حاجة لازم افتحها بالراحة كده وبحرفية شديدة بحيث اللي انا هطلع بعد كده هشتغل عليه. واخد دوران الكبسون
اخد دوران الكبسون حلو قوي على قد ما اقدر عشان ما بقاش فيه اي حاجه من يمتي وكل حاجه تبقى طالعه ايه واضحه. وانا شغال ابقى مظبط كل حاجه وانا شغال تمام كده اهو. بفتح كل قطعه بفتحها. لان ده اللي هيبقى شغلي بعد كده. ده اللي هيبقى ايه؟ الحتت دي اللي انا هشتغل فيها بعد كده. واكون حريص اللي انا ما افتحش اي حاجة غلط. اكون حريص اللي انا ايه؟ ما افتحش اي حاجة غلط. اركز في الشغل وركز في كل قطعة أنا بعلمها وبرسمها وبطلع إيه أفتحها. عشان يبقى شغلي كله طالع إن شاء الله بأمر الله إيه مظبوطة. كده انا ايه خدت اللسان خدت الكبسون ماشي وخدت كل حاجة الحمد لله تمام تمام تمام. وعلى قد ما بقدر وانا شغال ببقى شغال بالراحة يعني معايا. بحيث ان انا كده بقى انا فتحت الايه الكروكي كله من الاول للاخر اهو زي ما احنا شايفين فتحته واطلع اشتغل بقى عليه. اخد بقى علامات الكبسون كبسون الرباط تمام. طب نيجي للكوتش دوت. الكوتش ده هيتكون من حاجتين اتنين بس. كوتش المنطة ده هيتكون من قميص كامل قميص كامل تمام. هنعمل له قميص كامل لان ده فوم وده هنا بقى يبقى الليش وده هنا جنب الكبسون وهنا اللسان هيتعمل برضو وادي الفورتي وادي الجلد. فاحنا هنضطر نعمل بقى اللي احنا ايه الوش الكامل بتاعه. طيب هنيجي هنعمل الكروكي بقى كده هناخد نص ال نبتدي نعمل الكروكي مظبوط اللي هو الجسم الكامل بتاع الكوتش.
هنركز بقى في الحته اللي احنا ايه هنعملها دي ان شاء الله قدر الامكان نركز فيها. هنيجي هنا عند الديكولتيه، عند الديكولتيه من هنا كده، ونظبط عند خط منتصف القالب، وادي نهايه الايه، نهايه الديكولتيه اهو، نهايه الديكولتيه خط منتصف القالب. تمام، هاخد انا العلامه دي كده من ورا من هنا كده، من عند اخر، من عند البنطيطه من هنا، واروح معلمها كده. تمام، واروح معلم الفرنشه كده، واروح معلم الفرنشه كده، واجي هنا عند الكبسون، ابتدي اخد الكبسون لحد خط المستقيم. اخد الكبسون لحد فين؟ لحد خط المستقيم، واعلم اول سنبك. اجي هنا عند من خط منتصف القالب، بعمل الكمبري بتاعي اللي هو هتشوفه دلوقتي مع بعض كده. اسيب بس من اول الكبسون هنا 2 مللي بس، اسيب 2 مللي من عند الكبسون، واروح معلم الكبسون بتاعي. تمام، اروح معلم مكان الكبسون بتاعي. تمام كده، وبعد كده هاخد بقيه العلامات بتاعتي من الاول للاخر، هاخد بقيه العلامات بتاعتي من الاول للاخر كده. يبقى انا كده خدت الكمبريه، بسيب 2 مللي من عند الكبسون من هنا. اعيد تاني، هاجي هنا من عند البضاعه على الكسر اللي انا عامله، على الكسر اللي انا عامله، اللي انا قاسم الفرده كده، ماشي، قاسم الكروكي كده اهو، بكون ضاغط كويس بالكسر عشان اعرف اخد كويس الكسر بتاعي مظبوط. واجي عند اول البضاعه، تمام اهو، واجي واخد اللي هو الخط المنتصف اللي انا واخد بيه الفرده الكروكي، هطلع اعلم البضاعه من ورا من هنا كده، اعلم البضاعه من هنا كده اهي. تمام، علمت انا كده البضاعه، ومظبط انا هنا على الكسر هنا كده. هاجي اروح عامل الفرده، طبعا اللسان الكبسون هنا بعيد شويه عن الكسر، اروح واخد انا دي كده سنه بسيطه بتاع 2 مللي بس، 2 مللي، يبقى انا حاسب دي 2 مللي كده بالمسطره اهو، احسب كده ايه 2 مللي بالمسطره او بالمزوره، واروح واخد العلام بتاعي بتاع الكبسون كامل، اروح واخد العلام بتاع الكبسون كده. تمام، واروح واخد الاخرام بتاعتي بتاعت الكبسون ايه، واروح معلم بقيه الكروكي كامل كله، اعلم بقيه الايه الكروكي كامل كله كده. ادي حته الكمبريه اللي ايه اللي بتصفي ايه اللي بتصفي الفرده. تمام، ده الكمبريه اللي هو ايه بيصفي الفرده. واروح معلم بقى بقيه الايه البضاعه كلها من ورا من هنا كده. يبقى انا كده ايه خلصت الكروكي وعملت الكمبريه بتاعه، وعملت الكمبريه بتاعه. هنطلع بقى نصفي ونشيل الزيادات. طبعا هاجي هنا عند الحته اللي هي في النص دي، واروح مساويها بالمسطره كده اهو. تمام، واروح شايل البضاعه كلها، الزياده كلها. واجي هنا طبعا عشان ما يبقى فيه قفل،
لو انا هخيط على مكنه عاديه هيبقى في قفل هنا فلازم اسيب له 2 مللي. لو انا هخيط على مكنه زجزاج مش هسيب حاجه واروح قافل على طول عند العلام اللي انا واخده. ماشي عند العلام اللي انا واخده هنا. طب هنعتبر ان احنا واخدين مع المكنه لان طبعا هنا عندنا ايه مكنه عاديه عشان احنا هنعمل فرده كروكي خالصه. هناخد ال 2 مللي بتوع القفل بتاع الفرد واروح شايل الزياده بتاعته. وبكده يبقى انا خلصت الايه زي ما احنا شايفين الكروكي الكامل ده كده ايه كامل. هنفصل بعد كده الحتت دي اللي هو الوش والكبسون والفورتي ونطلع نجمعهم عليه. تمام. طيب هنا انا كده معلم الديكولتيه كده واخد الكمبريات بتاعتي المظبوطه في تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنشيل النسبه البسيطه دي عشان خاطر ال 8 مللي اللي هيتلزقوا نسبه الركوب بتاعتي. نسبه الركوب اللي هي التلزيق اللي على الديكولتيه. نسبة التلزيق 8 مللي. ماشي اهو 8 ايه 8 مللي. تمام. بشيلهم بقى طبعا كده اهو. لو انا عايز اوضح شويه كده انا بوضح تمام اهو واروح شايل